طيب احنا لسه في الانترميديات، بعد ما خلصنا البايب لاينز بدنا نروح على موضوع الكروس فاليديشن. تمام، a better way to test your model. ما هي قصة الكروس فاليديشن؟ قصة الكروس فاليديشن، احنا اتفقنا انه احنا بدنا نعمل سبليت للبيانات 20% تيست، تمام، و80% ترين. تمام، لنفترض انه انت في عندك 5000. تمام، نفترض انه الاكزامبلز اللي انت بدك تعمل عليهم تيست عددها 5000، ال 20% منهم اللي انت هتستخدمهم للتيست قديش بيكون؟ 1000. تخيل انه باي تشانس انه الالف اللي انت اخترتهم كان الموديل الايرور تبعه قليل جدا او الاكيرسي عاليه، سواء كانت انه هذه كلاسيفيكيشن او ريجريشن. تمام، انه في احتمال انه انت عندك 1000 من 5000 هذول، احتمال انه الالف هذول تحديدا انه الموديل فيهم كان محظوظ وانه جاب سكور ممتاز. فاحنا كيف بدنا انه نحيد هاي الشغله؟ بالضبط بالضبط. تمام، فهنا نيجي لمبدا الكروس فاليديشن. مبدا الكروس فاليديشن انه انا بيكون في عندي بعمل كذا فولد. تمام، ممكن تكون 5 فولد او حتى ممكن تكون لغايه العشرة. في كل فولد انا بدي اروح اعمل اكسبيرمنت، في كل اكسبيرمنت ايش بروح باخذ؟ جزء من البيانات، خمس البيانات. ما دام انا عندي 5 فولدز باخذ خمس البيانات بعمل عليها تيست والباقي بعمل عليه ترين. طبعا هذا حيطلع سكور، حياخذ 1000 للتيست وال4000 للترين. تمام، هيك احنا بنحيد انه ال1000 هدول تحديدا انه كان والله مشنص فيهم ان صح التعبير، وانه كان جاب سكور عالي. لانه انا في الاكسبيرمنت الثانيه او في الفولد الثانيه ايش راح اسوي؟ راح اخذ 1000 غيرها و استخدمها للفاليديشن والباقي استخدمه للتيست، وفي النهايه بروح باخذ الافرج تبع هدول. تمام، ومش بس مش بس الافرج، باخذ الستاندرد ديفيشن، يعني قديش انه كل قيمه من الاكسبيرمنتس المين ابسولوت ايرور قديش بنحرف. اذا كان بنحرف كثير معنى ذلك انه لا، الموضوع الموديل بخوف، يعني انه في بيانات بجيب سكور عالي وبيانات ثانيه بجيب سكور منخفض. بالضبط، لكن اذا كان الستاندرد ديفيجن قريب من المين بيكون الوضع تمام. اوكي، تمام، ممكن تعتبره زي هيك. تمام، لو عندي ال 20% بس مش حقدر اعمل الا 5. لا احنا هيك يعني، كيف ال 29% ما بينفعش؟ 29 ترين 80. لا انا حكيت 5 فولز، معنى ذلك انه انت بتعمل تيست على خمس البيانات وترين على البقيه. لو 10 فولز، لو 10 فولز تعمل فاليديشن على 10 البيانات. انا بقول 190% بالضبط زي هيك. متى المفروض انه انت تستخدم الكروس فاليديشن؟ في اول خيار انه اذا كانت الداتا ست صغيره. الداتا ست لما تكون صغيره احتمال كبير انه يكون الموديل هذا فيه بايس. تمام، فبالتالي انه لا، بتستخدم كروس فاليديشن عشان تتاكد من هذا الموضوع. تمام، كيف افضل من الديسيجن تري؟ احنا ما بنحكيش على الجوريثم هنا، احنا بنحكي على على طريقه تيست مش على خوارزميه. تمام، فور لارجر داتا سيت، خلي بالك في فرق بين ان انا اقول فور لارجر داتا سيت او اقول فور لارج داتا سيت. فور لارج داتا سيت معنى ذلك انه في الداتا سيت الكبيره بالعموم، في الداتا سيت الكبيره في العموم ما نستخدمش كروس فاليديشن. ليش؟ لانه عندي بيانات كافيه للتست، فبالتالي احتماليه للتشانس بتقل. انت في عندك 100000 وبدك تعمل تست على 20%، 20000 معقول تشانس في 20000؟ احتمال صعب.
صعب يعني. وليش انا بحدد انه هذا سبيول ولا ضغط احنا ذكرنا هذا الكلام يعني انه ممكن انه احنا نقدر نعتبر انه يعني انه ممكن يكون في significance في الفيجرز تبعتك في الارقام تبعتك فوق ال 10,000، فبالتالي انه اي حاجه فوق ال 10,000 تقدر انه انت تعتبرها انه هي لارج جود انف يعني. يبقى هنا فور لارجر داتا سيت، لارجر معنى ذلك انه اكبر من السمول، اكبر من السمول تمام. وهنا في هذه الحاله انه الفاليديشن سيت از نوت سفيشنت، يعني 10,000 وينزل تحت، انت عندك الداتا سيت كلها 7,000، بدك تاخذ 20% تريننج، في احتمال كبير انه انت تعمل تشانس. وقتيش انه زي ما قلت لك في الداتا سيت الكبيره انت عندك 100,000 سجل، عندك 2 مليون سجل، لما تاخذ بلاش تاخذ 20%، خذ 10% من المليون، قديش بيكون في عندك لارج داتا سيت انه اتس جود انف للفاليديشن، والتشانس فيها بتقدر تقول انه هو معدوم بالضبط. هيك انت عرفت متى تستخدم الكروس فاليديشن. يبقى متى تستخدمه؟ في حالتين، اذا كان صغيره ووسط بالملخص تمام. نيجي نشوف كيف بدنا نعمل الكروس فاليديشن. طبعا هاي الكلاسيفاير تبعي او الريجريسور تبعي راندوم فورست ريجريسور، طبعا البايب لاين بلزمني لانه بريحني كثير في هاي الشغله، والامبيوتيشن لانه انا بدي اعمل بري بروسيسنج. عرفت بايب لاين ايش الخطوات؟ بدي اعمل بري بروسيسنج امبيوتيشن تمام، وبعديها بعد الامبيوتيشن اللي هي البري بروسيسنج بروح بطبق الموديل تمام. والموديل هذا ايش البارامتر تبعته؟ النمبر اوف استيميتور 50، والراندوم ستيت حكينا انه احنا بنثبتها عشان هو لما يجي يصحح لي، لكن انت بالعاده ما بتستخدمها تمام. طيب عشان اطبق الكروس فاليديشن، فهنا اسكيلر موديل سيلكشن امبورت كروس فال سكور بالضبط. هنا بحكي سكورز، مش احنا حكينا انه بيخزن لي المين ابسولوت ايرور، بعمل 5 اكسبيرمنتس في حال كانه كان 5 فولز، فبالتالي هذه عباره عن ليست بخزن فيها السكورز. ايش الفاليو تبعتها؟ انه ماينس 1 ضرب كروس فال، هيك حقول لك ليش ماينس 1 كروس فال سكور اللي هي هذه الداله، وواضح من النيمينج كونفنشن انه هي داله. ايش اديتها؟ البايب لاين والداتا سيت الاكس والواي كلها ما قسمت. لاحظ هنا احنا ما قسمنا لترين وتست، في الكروس فاليديشن هو لوحده بيقسم وبطبق البايب لاين اللي هي البروسيس، انه اعمل بري بروسيس طبق الموديل، اعمل بري بروسيس طبق الموديل تمام. سي في 5 قديش عدد الفولتس عندي؟ 5 فولتس تمام بالضبط، 5 اكسبيرمنتس. هنا السكورينج ميثود اللي هي نيجاتيف مين ابسولوت ايرور، عشان هو نيجاتيف عشان هيك ضربناه احنا بالواحد بالضبط. هذه انت عندك في السكورينج، في انت عندك ميثود في السكورينج، بتشوف الدوكيومنتيشن انت عندك في الهادي، فبتلاقي انه عندك اكثر من طريقه ممكن تستخدم المين ابسولوت، الروت مين سكويرد ايرور. هنا استخدم النيجاتيف مين ابسولوت ايرور عشان هيك ضربه بالماينس هنا عشان يطلع انا عندي في الليست كله بالموجب. اجيت لو انت خليته بدون ماينس بيطلع هذه الارقام كلها، هيها شايف هذه عباره عن ليست تمام، بتطلع هذه الارقام بالسالب. انا بديش اياها بالسالب ليش؟ لانه بدي اجيب الستاندرد ديفيجن المجموع على العدد تمام. فهدول الايرورز انا عندك 301,303,287 الى اخره تمام. الان هنا بدك تجيب المتوسط تبعهم، هاي المتوسط 27,000، والستاندرد ديفيشن انه بتروح تطرح كل واحدة من المين بالضبط. اوكي صحيح. هي بقول لك انه انت عندك هنا 27، عندك هنا 23، 28، 30، 30 برضه تمام.
فممكن انت تروح تعمل لوب وتطبق هذا الكلام. اوكي نطبق هذا الكلام. هيك القيم مقبولة يعني. بالضبط. بالضبط. نوعا ما.